هادوك اللي كيضلوا يحلوا اللايفات على الناس الاخرين، يطلعوا الكونتاكت ديالهم على الناس الاخرين، هادوك اللي خاصكم تمشوا عندكم نقولوا مش هادشي كديروا. تنسمع المشا تاعي كتقرق، ما عرفتش كدير. احسن حلقة عندك هي ديك السيدة اللي كدعي فيك بداك الصوت المدعدع مضحك، وانتي انتي معاونها. ما عنديش مشكلة، انا كيعجبني نساعد الناس في سبيل الله، في سبيل الله كنساعدهم، في سبيل الله اللي طلعت كدعي كنعاونها كنساعدها. كبسوا يا جماعة، علاش ما تناقشيش مع شي شيخ؟ ورا طلع عندي واحد قال لي قاري البارحه الشريعه، راه طلعوا عندي بزاف تاع الناس. فكرتيني خاصني نحط هذاك ديالو، نحط الفيديو ديالو. مش انا عندي شي واحد، وقلت لي لا، ما صيفطات لي وحده في الخاص قالت لي نصاوب لك مع الفيزازي. قلت لها صاوبي يلا جيبوا لنا الفيزازي، كون راجل ويجي ناقش امراه، هو كيمشي عند الرجاله كيبي يقنطر عليهم، يجي ناقش مرا الا يقد على مرا. يعني انا ما ديش نديرك بحال هذاك، داك اللحيه سميتو اللي ناض كيهضر على الملاحده، قال لك الملاحده وانا اتحدى الملاحده وانا اتحدى الملاحده وانا يا ندير ونفعل، ولا شي واحد فيهم يجي انا نناقشو نسخسخ به الارض. دوك مكلخين مكلخين ملاحده. مشى عندو طالوت قال لي انا بسم الله انا اقبل الدعوه ديالك، اقبل التحدي ديالك ونقشك. بدا كيحط لي الشروط، لا انايا ما نقشك بلا وجه، خاصك دير له وجه. لا وهادي لا، يلا انا عرفت الفيزا زي كيشد 4000 درهم باش يطلع يدافع على الدين ديالو. اش خباركم الفيزازي الشيخ ديالنا تاع المغرب؟ كيشد العاقه، شت العاقه باش يطلع يدافع على دينه. يعني هاد الشيوخ اللي كتشوفهم كيضلوا في المنابر، علاش ما يطلعوا لنا حنا الملاحده ويدافعوا على الدين ديال مولا خدامه كيتنزعوا على الشعب؟ علاش كبيتي نتايا توعي الناس وداكشي وطلع عند الملاحده؟ طلع عند داك ياسين ولا داك الياسكا ولا ما عرفتش كاع داك هادو، هاد لا طوندونس اللي كتوكل فلوس. نقول لكم الاسلام راه كيوكل فلوس، ماشي انتقاد الاسلام، انك تهضر في الدين وتعطي النصائح هادشي توكل. داروا الناس الرونج روفيرات وداروا المرسيدسات وداروا توكل انك تهضري في الدين، ماشي تنتقدي. العكس كتنتقدي، تتخسري حياتك، تتعرضي حياتك للخطر، ما كتشدي والو. ولكن الناس ما عندو، انا اوموج عندي مبادئ وعندي دي كونفيكسيون اللي كندافع عليها. كيتهم هما الفيزازي باش يحضر ملحد كيطلب ليه 4000 درهم، ولا كان بدا ب 1000 درهم ودابا ولا ب 2000 ولا 4000 درهم. يلا انا يا ناظر فابور، انا فابور وسادعسهم دعسا وعيب العاميه ديالي وعقلوا عليها. انا جاي واحد كيقول لك راه فاهم في الدين، هير بالعاميه ديالي غادي ندعسو داك العلم القليل ديالي. مرسي مرسي مرسي. يلا يلا شويه تكبيسات. اش هو هادشي اللي كيطلعوا لي انايا هنايا؟ يا ربي الو، راه انا فاش كنبدا لي لايف كنبدا بالجوالات، اوكي كنبدا بالجوالات عاد كنبدا نطلع، ولكن ماشي مشكل نطلعكم، نطلعكم واحد بما يبان ليا شي حد نستونا معكم، بما يبان ليا شي واحد فيه. وين هو؟ يلا تحت لي الفرصه باش ندخل معك اول مره. بصحه بدا لحظه. بوينو، باش نقولوا السلام ولا نقولوا اولا ولا نقولوا شالوم ولا بوينو؟ لا دينين، نمشيو لا دينين.
واش أخي السلام مقصور فقط؟ عندي بعض الأسئلة إذا أقدر. أخي عندك الكونيكسيون قليلة، الصوت مسموع ولا لا؟ تقطع، عندك كونيكسيون قليلة. عندي الكونيكسيون شوية ضعيفة هنا في الخدمة. بابكم أجي عييت كنستنى هذه الفرصة باش نطلع معاك، وهما لا صورتي وربكم هما لا صورتي ما كايناش الكونيكسيون. نقدر ندخل بكونت آخر، وقيل ربما يكون فيه الكونيكسيون. سير أخي، قول من كونت آخر. سير، أش من كونت أش بوينو غادي من هشام برشلونة. اسم الصوت عندك مع الصورة. هشام برشلونة فيها مصور، فيها موتور إلكتريكو أنا ندخل به. الو، قالوا لي الناس راه عندي الصوت، الصوت باقي مفوت مع الصورة، باقي الصوت مفوت مع الصورة. الإخوان دابا انا هاد القضية، شكرا، الصوت مزيان، صورة شوية. انا كيبان لي فمي كيهضر مع شفايفي تتحرك مع فمي. الإخوان المسلمين، إخوان المسلمين، فكروا شوية في طريقة التفكير ديالكم، فكروا فيها شوية. هاد القضية اللي كتقولوا نتوما مثلا، واش نقول لك السلام ولا نقول لك شالوم؟ ولا واش انت كتهضر معايا بالمغربية ياك؟ دونك اش خاصك تقولي؟ تقولي سلام. انا ما عنديش مشكل، قول سلام، شالوم، قول هالو، قول نيهاو، اللي يعجبك. مي السلام كتبقى من الادب، من الاداب يعني. وهاد الاداب كاين بارتو في العالم، ماشي كاين عند غير المسلمين. والسلام ولا سالو ما محقورش غير على المسلمين، راه بيغ. نتوما دينكم كيحرض على العنصرية والكراهية والتمييز، خصوصا التمييز، لأنه باش تجي تقول السلام على من اتبع الهدى، يعني انت كتسلم فقط لي نتبع ربي، كتسلمش على الاخرين. ما نسلمش عليك، علاش نسلم عليك؟ ما نسلمش عليك. على دابا هادو اللي كنسميهم حنا اونتر بارونتيز، بين قوسين، الكفار، الكافر الاوروبي او الامريكي او الياباني، فاش هيتلاقى معاك واش يقول لك؟ انت ملحد. السلام على الملاحده، ما كنسلمش انا على المسلمين. الدواش ما كنسلمش عليهم. عمركم شفتوا هادي؟ يعني كيجي كيقول لك السلام، نتوما لا، بوحدكم خير امه اخرجت. اش من اخنز امه اخرجت؟ ماشي خير امه، اخنز أخلاقا وتعاملا وكراهية. عزيزتي لك انتي كتفرجي فيا انا، يا يلا تنط ال تنشوف هاد بولي حيا. قول يلا نلعب. الحبي انا الحبي، ها اللي عندها المستوى. يلا تفضلي جولة، هذه عندها مستوى. قال لي نلعبوا جولة. مزيان. جاوب داير الجل، ها وني كذا، وانا جبت السيد، وراني خشين، وراني طيط طيط طيط، وطير وينزل عليا. هو عنده تكبيسه واحده فوق، انا صح عنده مستوى. ما ربحناش ليكي، لعبنا سلخناه، جاف لنا دخاني، جاف لنا الماتش الاول سكور 106، دوزيام خبطناه وقيل بديكا ولا اونزكا. سلام عليك حبيبي، حيك حيك حبيبي، حيك وحي ورودك. فوالا فوالا ليكيب هذه عندها مستوى، يلا نلعب معاه. فوالا هادو مين نحبهم انا. اش كتحب نحب اللي عندهم مستوى كيفك. هي الهضره ديالك. انا الصوت مسموع؟ نعم مسموع مسموع. الصوت 5 ب5، رجعني الابوني، محتاجك انت. وين نحك مكنسه الخ؟ انا لا ما كنديرش احكام انايا. شي احكام؟ لا ما لا احكام، ما لا احكام، انا غير كناقش. ويا شكون جبت الدين؟ نعم سيدي. سيدي مرحبا. نخدم معاك. مرحبا.
Amine, اش من سي ان غرو مو كو فو فوني دو برونونسي سور ان مليار اي دومي. جي با كومبري. بونسوز هذاك وفيها ناري تلفني كاع ما بقيتش عرفت اش كنت كنقول. الله يخلط له امانته. العزيز الغالي. صحيح. يلا شباب شيروا لنا البث، شيروا لنا البث. خلي الله بالجو، خلي الله بالجو، واش في نظرك قبل كان الناس كيتناطحوا؟ والله لا عندك الصح. ما لقيتهاش هاد سوها، ما لقيتهاش هاد سوها ستار لوكس، ما جا جي با تروفي. يلا شباب شيروا من البث، شيروا من البث. اشنو داكشي اللي كتبيع موراك تما؟ صبابط. صبابط صغار هكا. شنو؟ تاع الرنجيلة تاع الشيشة. عسل. هذا غير حكاك شتي باش تعرفوا اللي بريض بالصبابط. والله ما لابد نبيع هذه العقلية يا خالتي، كنتي دار بالكم والله. انت ساكن في الجزائر؟ والله ما فقت، انا ساكن في الجزائر اختي. هي وانت فين ساكنة؟ في المغرب. هم يقولوا لي في كومنت انت ملحدة صح؟ انا لا دينية. لا دينية، معلش نحترمك. بصح تسبي الرسول صح كاين منها؟ لا كنناقش، انا هيك كنناقش. مش الرسول؟ لا كنناقش. الله عز وجل تأمني به؟ لا انا لا ديني. الله عز وجل؟ اي لا، حيت ما كاينش الله. بالله عز وجل؟ لا. والله من نيتك اختي. ايه وشنو هي لا دينية؟ واش ما فهمتيش؟ الله عز وجل خالق الكون. اين هو فيهم؟ اين هو اهو رمزدا ولا التنين الوردي ولا؟ الله عز وجل اللي خلقنا. لا اختي سامحي لي. غادي تنزل. غادي ننزل. كتخاف؟ واو ما تتأمنيش بالله. واش شفتو باش نأمن به؟ ناري ناري التلقين التلقين التلقين. والله إلا أجلاني ما بقيتش عقلت فين خليت الهضرة. كنت كنقول علاش عيبات الله كيخرجوا ليا المصريين؟ بلاتي نقلبوا على هاد سوها سميت قلتو سميتها سوها ستار. هادي بس تقليدي. يا الله احنا درنا لك الخطرة اخته. عارفين هو داك الاخ اللي قال لك هيطلع سميتو داك الاخ افينك قال لك سميتو داك الحساب الثاني اللي غادي يطلع منه محمد ولا شي حاجه بحال هكاك تشيق. وانا راه صويت انت شكون انت؟ سمع البرد اللي كاين عندنا. وي 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 فين هو داك اللي قالك هنطلع ما نطلع؟ ماشي مشكل. من خلق الله؟ مساء الله. مساء الخير. كي دايره صافا دفا؟ وي اديب لاباس. شنو الاشكالات اللي لقيتي في انت لا دينيه ياك؟ شنو الاشكالات اللي لقيتي في الاسلام؟ اشكالات هما الا بغيت نبدا نحطهم لك غنبقاو حتى الغدا. الاخ مسلم سني. انا مسلم سني الحمد لله. حمد الطبيعة ونشكرها. اش من اشكالات؟ قول لي واش انت كتبعني ولا اول مرة تطيح في اللايف ديالي؟ لا فايت شفتك كتهضري على زعما تناقشي في الدين. غير هو دابا شوفي هاد الرسالة، رسالة الاسلام، شوفي في 1445 حتى 14 قرن.
وكانت على باطل ما تطولش، وكانت على باطل قام غتطول. شوف شحال استمرات هاد المدة اللي استمرات. إذا راهي راه دابا في الإسلام، من ظهر الإسلام راه الرسول صلى الله عليه وسلم هاجموه، قالوا لي أنت منافق، أنت سحار، أنت كذاب، أنت القرآن كتبتيه لراسك. بزاف المعارضين عارضوه من أهله كاع، واخا بلا باش ما ولكن نقزوش من استمر. علاش؟ باش باش ما نقزوش من نقطة لنقطة، حيت هضرتي الاستمرار والعدد، هذه يا أخي كتسمى مغالطة الاحتكام للعدد. يعني أنك فاش كتشوف واحد العدد كبير تاع الناس مأمنين بواحد الحاجة، هذا لا يعني أن ديك الحاجة كيأمنوا بها. صح، أكبر دليل الهندوسيين، الهندوسيين راه بزاف هما اللي كيأمنوا ومع العلم هما كتر في العدد. حاجة تانية باش تقول لي دي 1400 سنة، أنا نمشي لك بعيد، كذلك الهندوسية من أقدم الديانات في العالم، في العمر ديالها راه أكثر من 3000 سنة وباقي الناس كيأمنوا بها. هل هذا يعني أن هاد الدين ديالهم الهندوسية صحيح؟ إلا هضرنا على التاريخ الإسلامي، قريتي السيرة النبوية مزيان، كيفاش الرسول عليه السلام نزل عليه الوحي في غار حراء، وجل الأهل ديالو غادي نمشي هما لنقطة تما أخرى، عرفنا هذاك الشيء عرفناه، هضرت عليه البارح، وغادي نبارطاجي فيديو في يوتيوب على كيفاش. بما أنك أنت درتي الاحتكام للعدد، ودرتي عاوتاني الاحتكام في لعدد الاحتكام السنين، للعدد، فهمي لا لوجيك اللي قلت أنت لك. قلتي قلت لك 1400 سنة. ان رسالة الاسلام استمرت 14 اكثر من 14 قرن، وانا هادي نقول لك، وجاو زعما ملاحدة قبال من اسمعي، جاو ملاحدة قبال منك وانتقدوا الاسلام وانتقدوا الدين الاسلامي، وما وراه غيروا والو. هادشي اللي جاوبتك انا، قلت لك انت بانه الاسلام استمر 14 ملاحدة قرن. جاو اتاكاو السيد اديب محمد على اديب الزوج اديب ديالو، كيفاش اديب، تزوج، هضر على كتهضر المرأة. كتهضر كتهضر وانا نعم تنهضر، ما كنقاطعكش فاش كتهضر. داكوغ، يعني انت قلتي بانه 14 قرن والاسلام كاين، انا قلت لك بانه الهندوسية كاين اكثر من 30 سنة، وكاين ما اقدم منها، كان اقدم منها مثلا زرادتشيا. راه زرادتشيا مع العلم اذا مشينا شفنا التعاليم اللي كاينه في زرادتشيا، كوبي كولي كوبي كولي عندنا كوبي كولي. وشكون هي اللي قدم؟ زرادتشيا. الصلاة، الشهادتين، 5 صلوات، الصيام، الحج، اكسيتيرا. حتى هذوك التراتيل اللي كاينين عندهم في الكتاب المقدس ديالهم كوبي كولي. وكنصح اي واحد يمشي يبحث على هاد الديانه، وغادي يفهم بوكو تشوز، يقول واه كيفاش هادشي، حنا كاين عندنا في الاسلام وكاين عند هادو كانوا قدام منا، ويا راه كانت في داك السيكتور. ما علينا، غادي يمشي ليك لواحد الحاجه قلتيها، واحد التخين واحد هو اللي ما التخين. عرفتيش. ادي مازال ما كملتش النقطه ديالي. الحاجه اللي ما نعم عارفش، وقيله بما انك هضرتي على السيرة النبوية، انا نسولك واحد السؤال بسيط. فاش توفى الرسول؟ فاش توفى الرسول؟ واش بقاو الناس مسلمين ولا لا؟ بقاو الناس مسلمين. علاش؟ كل جا شيء. جات الخلافة أبو بكر الصديق، تبع عمر بن الخطاب، وهكذا. اش دار ابو بكر الصديق؟ الصديق في العهد ديالو اش دار؟ شنو هما الحروب، اكبر نعم، الحروب اللي دار؟ قال الإسلام، اشنو هما ماشي الحروب قد كونيكسيون دي. مقاد عندك الكونيكسيون، يحل المايك، يحل مقاد عندك. فهمت يعني. قلت لك هنا بالنسبة شنو هما اشهر حروب دار ابو بكر الصديق؟ أشهر حرب، ما عرفتش أنا، ما عنديش هي قلتي لي ما واش عرفش قارية السيرة؟ السيرة النبوية، عشان درست السيرة النبوية، عشان درست الخلافة ايوه، الراشدية. السيرة فيها كل شيء، فيها حتى فاش توفى الرسول. بالنسبة اذا ما عرفتيش اخي، انا نقول لك ما عنديش مشكل، عادي عادي، احنا كل لا شيء ما راه كملتش شوف. دابا اسمع، اعطيني عقلك. دابا انت عندك واحد الاشكالات، مشيتي الاحاديث، اديب اديب مشيتي اديب التناقضات، اديب، نجاوبوا على ولكن السؤال، ما تنقصش من موضوع الموضوع.
الوغ الا ما عرفتي احنا شنو هما اشهر اجيب الا ما عرفتي شنو هما اشهر الحروب اللي دار ابو بكر الصديق بعد وفاة الرسول، هما حروب الردة. حروب الردة ما معنى الردة؟ الردة هي الخروج على الإسلام، شي واحد كان مسلم ويخرج من برافو الإسلام. عليك، برافو عليك. دار حروب الردة لانه فاش توفى الرسول الناس تركوا الدين، تركوا الدين حيت كان محمد اللي خالعهم، وما وصافي فاش شافوا محمد مشى صافي هما ترتدوا، كانوا هما مأمنين وما خيفانين محمد، فاش شافوا محمد ما ترتدوا. اش دار؟ شتي كون ماشي ابو بكر الصديق اللي دار حروب الردة كون عمرنا سمعنا على الاسلام، كون كان الاسلام بحال اون سكت وطفات، شعلات وطفات. ابو بكر الصديق هو اللي خاض حروب الردة، يعني مشى حارب الناس المرتدين بحالي. اش بغاهم؟ ياك كتقولوا لكم دينكم ولي دين، ياك خرجوا من الاسلام علاش بغا يحاربهم؟ خليهم ما بغاوش يبقاو في الاسلام، علاش حاربهم؟ كاين شوفي واحد الحاجه كنت نقولها لك. ممكن قد جاوب على السؤال بلا ما تبقى انا تلف؟ نقول لك انا غادي نجاوب حيت غادي نهضر وغادي نجاوب. بعد في الدين الاسلامي واحد الحاجه كاين واحد الجانب الايمان، هذا الجانب الايمان ما غاتفهمش بالعقل. اول شيء الله كاين، كاين انا ما شفتوش وما سمعتوش، الله كاين، الجنه كاينه، قال كاين الجنه، مآمن بها شتيها؟ انا ما شفتهاش ولكن مآمن بها. عرفتي شنو ما معنى الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ما معنى ورسله. الإيمان؟ دابا حنا فهمنا الإيمان هو تؤمن بشي حاجة ما شتيهاش، القلب هو الديانة التصديق، التصديق بدون دليل، التصديق بدون بدون دليل. دليل. أنا كذلك نفس صح الإيمان، دابا أنا كمؤمن أنا صح الحمد لله ما الحمد لله صافي عزيزي، انا هادشي ما كنناقشوش، المهم الناس راه وصلتهم النقطة. بغيتي أنا تناقشني بغيت نقول لك النصوص؟ واحد الكلمة، هاي واحد الكلمة نقص النص مهم ما علينا. أبغى نقول ناقشوا لك أنا النصوص. النظر ديالي أنا مؤمن، أنا شن آمن بالله وشن آمن بالأنبياء وشن آمن بالكتب، هذا إيمان. أما تقولي واش شفت ولا ما شفتش، أنا من غنموت إن شاء الله، يعني كلنا غنموت، أنا شن آمن بالعالم الآخر. اللي آمن به ديالك ما آمنش به شغلو هذاك، حيت الله عطانا اختيار. دابا أنت مرتاحة كتقدر تقولي الله ما كاينش، مرتاحة كتنفس الأكسجين كتاكلي كتنعسي مزيان، شي واحد ما الله ما سلطش عليك شي حاجة قال لك اختاري خذي حياتك، ولكن ملي كتنعسي نسي راه شي حاجة في الداخل ديالك كتحرك، ملي كتحط راسك على المخدة راه كتدوزي شنو دار لك النهار كامل كتهضري مع راسك. هذاك حديث النفس تقدري ما تعترفيش به ولكن راه كاين. أنا الجانب الإيماني راه أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. انت كتامن بواحد الاله اللي صيفط واحد الرسول اللي هو امي، كيقولوا امي وخا ما عندناش الدليل بانه كان امي، ياك؟ وقال ليه غادي تنشر الدعوه ديالك، وخلاه ينكح طفله عندها 9 سنين، تزوج بطفله عندها 6 سنين ونكحها في 9 سنين، وعطاه تشريعات في داك الكتاب ديال اللي كنقولوا عليه حنا كلام الله، اللي كيقول لك فيه انه عندك الحق انك تزوج بطفله صغيره مازال ما تزوجات، اللي كيعطيك الحق انك تغتصب نساء باسم ملكة اليمين، كيخلي لك الحق في العبوديه، اللي كيقول لك بانه عندك الحق تزوج ب4 العيالات، اللي كيقول لك الحق خد نتايا الدوبل داكشي اللي غادي تاخد اختك، اللي كيقول لك حكاو بلا ما نهضروا على الغلط، الغلط الكارثه اللي الله مسكين ما عرفش المات. واش عرفتي سورة النساء كاينه في واحد الكارثه هي الله غلط في الحساب، غلط في الحساب تاع الورث، وهذه راه معروفه. يعني جا كيقول لك عندك كيكه، عندك كيكه داكو غتقسمها، كيقول لك الا عندك اكثر من جوج البنات كياخذوا جوج ثلثين، داكوغ؟ ولا قال لك عندك واحد مات وخلى اكثر من جوج البنات كيخلوا ثلثين، يعني بقى لنا الثلث. قال لك ولا عنده والديه كياخذوا ثمن وثمن، والزوجه كتاخد سدس. فين هو السدس تاع الزوجه؟ الا حسبنا الثلث والثلث وخدينا هذاك السدس والسدس، احنا كملنا
كملنا القطعة، وفينا هو غير التومو عاود تاع الحساب، الزوجة؟ ما فهمتيش مزيان، غير عاود الحساب حيت بلاتي شوفي. حنا نقراو حنا الآية كاع، بلاتي لا لا نقراوها، عاود بلاتي الحساب. بلاتي شوفي هنا بلاتي نقول نقراو نقراو كان الآية. كمل لك واحد نقول واحد النقطة بالنسبة للملاحدة ولا الشيعة ولا أي وحدين إخوان ضد إخوان، شنو هو الرقم كمل ديال أنا كمل الآية؟ أنا قولوا لي هذا عافاكم الإخ، أنا بلاتي نسول، هنكمل لك تخليني يا أخي نسول الناس يعطوني الرقم تاع الآية اللي في سورة النساء ديال الورد بلاتي. راه غلطة في الحساب أنا نقول لك. أنا هنعاودوه أنا عاودوه بلاتي، خاصني راه تنساو عليا لهذوك إيوا غلطة في الحساب ميمكنش. بلاتي حنا نجبدوه بلاتي، هذا حبيبي 11 11 العاول الله يرحم بها الوالدين، ودي راه وقعت في خبارك في كارثة، هذه كارثة، هذه الآية هذه بركة تخليك تكفر. آية 11 هادي راه وقعت كاع في العهد ديال واش علي، علي ومسكين شاف تاعي وبدا كيرقع فيها. 11 11 11 11 11 شوف انا وهادي علاش بغيت 16 نعرف خلي ممكن نقول واحد الكلمة ممكن ها هي لقيناها بلاتي عزيزي بلاتي، ها هي 11 اللي في راسك راه في راسك اسمع الو يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء للذكر حظ أنثيين، هذه سورة النساء الآية 11، فإن كن نساء فوق الاثنين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا كانوا جوج البنات كتر من جوج فلهن ثلثا، عندهم جوج ثلث، يعني بقى لنا واحد ثلث، وإن كانت واحدة فلها النصف لا ولأبويه، اسمع 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 زوج على ثلاثة، ولأبويه زوج على ثلاثة في واسمع الحال، اسمع زوج على ثلاثة، هي أربعة على ثلاثة. الى عندنا واحد الحاجه كنقطعها، الى كنخدموا بالثلث يكونوا عندنا ثلاثه تاع الثلثات داكوغ، غادي متفقين عليها واحد على واحد ثلاثه. ثلاثة ثلاثة اوكي جود، دابا هنا الله كيقول لك فان كن نساء فوق الاثنين فلهن ثلثين، واحد على جوج على ثلاثة، جوجهم جوج على ثلاثة. ثلثا ما أربعة على ترك، ثلاثة. ياك ولأبويه كل واحد منهما السدس، واحد على ستة واحد على ستة. يعني الا جمعتهم شحال يعطيك؟ واحد على ثلاثة. ها واحد، لا ها حنايا دابا كملنا ثلاثة ثلثات ياك ياك متفقين. هذاك ها ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، يعني لهن ولد فلكم الربع مما تكن من بعد الوصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركنا وإن لم يكن لهن ولد، فإن كان لديهن ولد فلهن الثمن مما تركتم، من يعني دابا عندنا السيد ثمن، دابا هادي اسمع، وحدة مات ليها راجلها ياك، مات ليها راجلها وعندها الدراري كتاخد الثمن متفقين. ايوا دابا ناخد واحد الحاله ديال واحد الراجل توفى خلى الزوجه وخلى البنات وخلى باه امه، اوكي يعني البنات غادي ياخدوا الثلثين وهيشد لنا الثلث، الابوين غادي ياخدوا السدس والسدس يعني الثلث، وغادي تبقى الزوجه يخصها الثمن، فين هو الثمن ديالها؟ لا لا عاودي السياق عاودي السياق الله يعطيك، راه كارثة هادي، راه كارثة، في لا لا راه لا نحسبوها بالخشيبات، راه كارثة هادي. دابا حنايا يعني ها غادي نديرها لك هكا باش تفهموها، غادي نديروها هكا، لا خاص الآيات تقراو الآيات وتفهموا فهمتي، راه هما جوج الآيات 11 و 12، عندكم 11 و 12 11 و 12 سورة النساء، راه دايره كارثة هادي. ها انتوما دابا هادي بقعة داكوغ، فهمتك شنو تقول، واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة بقات واحد على قال لك ثلاثة. سيدي الى واحد توفى وخلى عنده البنات وخلى عنده باه امه وخلى عنده زوجة، قال لك البنات كياخدوا الثلثين، ها هما الثلثين ديالهم، ها هما هاد جوج بقى لينا هاد الثلث، قال لك الابوين كياخدوا السدس، هنقسموا هاد الثلث، غادي يجينا واحد على ستة واحد على ستة، والزوجة قال لك كتاخد واحد ثمن، فين غنجبدوا هاد الثمن؟
عطوني التمول فيه غادي نجبدوه. واحد لا تسمون منين؟ منين لك واحد لا تسمون؟ الزوجة كتاخد الحق ديالها في الورد التمون، فينا هو؟ تسمون من واحد لستة لا من واحد لثلاثة منين؟ ها هذا 61 ديال الأبا وين؟ تلتين تاع البنات. من مناش؟ من شنو؟ نعاودو نقراو الآية، نعاودو نقراو الآية، نعاودو نقراو الآية. عندك معادلة غالطة شي حاجة. راه ماشي أنا، راه ربي اللي خسر فيها، راه ربي. لا لا استغفر الله العظيم. وراه ربي نعاودو نقراو، والله كنهضر معاكم بالمعقول، هاي نعاودوها نعاودوها. قال لك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل، أشوف هادي راه كارثة، هادي راه الناس ناقشوها وناس خرجوا من الدين على قبلها. لا راه المعادلة غلطة عندك. راه ماشي مازن، أنت باقي هنا مازن، مشى. قال لك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هادي صافي دزناها. فإن كن نساء فوق الاثنين، فإن كن هادو البنات، فإن كن نساء فوق الاثنين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. دابا قال لك ها ركز معايا، قال لك إلا كانوا أكثر من جوج البنات عندهم ثلثا، عندهم جوج ثلث، ياك متفقين عليها هادي. وللأبوي ولأبو لأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني كل واحد في الأب سدس، يعني شحال هاي طلعت بذاتي أمالي عرفتك شحال طلع. صباح الخير الزين، أنا غير غدا الخدمة، غدا الخدمة راه باقي لي غير واحد 6 دقائق. ماشي مشكل، ماشي مشكل عزيزتي. لا هو غير الا بغى يعرف، هو كيقول لي كتخربقي كتخربقي، الا بغى يعرف يمشي غير يقرا على العول اللي دار عمر بن الخطاب، يعني صح عمر بن الخطاب ملي مات الرسول وقعت وجا من بعد ابو بكر، لقى ان الناس جاو عنده قالوا لي راه ما لقيناش الحق ديال الزوجه. مثلا وقعوا الحالات فاش كيكونوا البنات ما كيكونوش الدراري وكيقسموا الورث والزوجه ما كيشيطش ليها، الزوجه نورمالمون كتاخذ الربع الا ما كانش الدري، الا ما كانش الدري كتاخذ الربع، الا كان الدري كتاخذ الثمن. هاد الحاله هادي ملي كيكون لا بلاتي بلاتي اماليا الدري. اماليا كاين حل المعادله، انا نحلو دابا. كتبي 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 في ورقه واحد، كتبي في ورقه اديب 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 انت كتبي في ورقه اسمعني، انت ما غاديش وعطيني عقلك اديب ما غاديش ودابا المعادله عندك عقلي انا، انا غنعطي اسمعني عاود اسكت، سير قرا على العول، سير قرا على العول اللي دابا عندك الكتب كثيره شبيه. انا واش كتعرف اشنا هو العول؟ واسم عمرك سمعتي بالعول؟ ما عمرو سمع به. واش عمرك سمعتي بالعول؟ ودابا المعادلة اللي قالتها انا عندي الحل ديالك. شبيه واحد اديب اديب ناقص، شبيه واحد ناقص. لا لا احنا ما نهضروش على اديب سمعني، ما نهضروش على المعادلة. واش عمرك سمعتي بالعول؟ انا صدق الادب، رانا سون شي فيك. شبيه واحد احنا نديرو لك واحد، يلا سير ورا راه ديك. نعم خلينا في الشريعة، خلينا في الشريعة. عمرك سمعتي بالعول؟ غير شو ولا عرفتي قولي لنا ما عرفتوش بلاتي. لا لا واش عمرك سمعتي بالعول؟ لا ولا ايوا سير قرا خويا على العول وجي نديرو المعادلة. واخا باش نحلو هاد المعادلة هذا نفهم سير قرا على العول. عمر بن الخطاب سمعني، عمر بن الخطاب ادي الله يهديك، عمر بن الخطاب، عمر باش نعطي هاد الحل المعادله ديال واحد ناقص. ملي جا من بعد ابو بكر الصديق لقى هاد المشكل ودار العول، دار العول صحح الغلط ديال الله في القران، قال لقاو نجاو عنده الناس قال لي قسمنا الولد ما لقيناش الحق ديال الزوجه، وعادش دار ولا كيحيد لكل واحد شويه، حيد لهم كل واحد شويه باش يعطي للزوجه. انا ما متاكدش من هذه المساله هذه، ولكن انا نعطي الحل هنا. كتبي واحد، كتبي بيني الكاميرا. يلا سير، يلا سير، ها احنا نديرو واحد. ها يلا واحد ناقص ناقص واحد على ثمانية، واحد على ثمانية. لا 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 شنو هاد واحد بعدا كاين؟ شنو هاد واحد؟ شكون هاد واحد بعدا كاين؟ هو التركه التركه واحد التركه. احنا احنا غادي نديرو، غادي نديرو 90000 دولار هنا هنا، ما غاديش نديرو واحد ناقص. عندي 90000 دولار، عندي جوج بنات، عندي الاب والام وعندي الزوجه، قسم لي هاد 90000 دولار عليهم. يلا كتبي، يلا سير 90000 دولار انا غنكتبو.
يلا 90 ألف هي ناقص تسعين ألف على ثمانية. تسعين ألف شناهي على ثمانية شحال؟ تسعين ألف مقسومة على ثمانية. تسعين ألف على ثمانية تمن ديالها. تسعين ألف مقسومة على ثمانية دابا قلتي نكتب 90 ألف أها هي واش ناقص؟ تسعين ألف على ثمانية. لا لا نحيدو الثلثين ديال البنات. حيد ثلثين تاع البنات. بلاتي بلاتي هلا ما خاصك. لا خاصك تبدا بالبنات هما الاولين عاد الابوين. لا 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 عاد راه خاصك تعرف راه خاصك تعرف كاين اللي كيسبق عاد هذه هي المعادله راه انت خاصك تفهمي. بلاتي واش واحدة واش بلاتي واش واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة زائد واحد على ستة زائد واحد على ستة زائد واحد على ثمانية يساوي واحد؟ لا دابا انت ما فهمتيش دابا الشيء دابا كيفاش تبوزي. لا 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 قول لي انت لا قول لي انت واش امال شوفي امال واش واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة امال مازال ما فهمتيش المعادله. عندك افهم سير قرا على العاون سير قرا على العاون انت اللي ما فهمتش سير قرا على العاون. انا راه في الزمن 2024 لا لا غادي نخليو العاون حلينا معادلات صعيبه خليناها ديالك والماط ديالك شوف كيف واصل حلينا دابا راه هو يحسبها يحسبها هنا هنا اماليه اماليه هنا بلاتي بلاتي انت سيونتيفيك يا ابيبه وصلت الخدمه وصلت الخدمه انت سيونتيفيك اه وي اشرح لينا كيفاش البخل كيطير جلسي البخل كيفاش كيطير البخل سيونتيفيكمون. والله بغيت نقول لك واحد الكلمه خفت نسي لا دينيه اش غنقول لك بغيت ندعي معاك. لا لا انا كنهضر معاك انت قلتي بغيت ندعي معاك يعني سيونتيفيك لوجيك لا انت قلتي سيونتيفيك لوجيك شرح لي كيفاش البغل كيطير المعادله ديال البغل كيفاش نخدموا المعادله ديال البغل كيطير البغل شي طير ولا طارق نجا ايه واخا طير نجا عرفتي واخا واش واش انت علاش انت ما عرفتيش بان الرسول راه محلش في راسو واش الرسول طار فوق بغل ماشي في راسو واش البوراق البوراق داك الشيء سي سميتو يا لا ماشي البوراق اسمع البوراق سير قلب على البوراق شنو هو ورق بين الحصان والحمار حنا كمؤمنين كنامنوا بمعجزه نعطيك واحد المثال هذه معجزه وقعت واحد السيده هنا في المغرب كانت مشات بغات دير اوبيراسيون حنا ما كنسمعوش التجارب الشخصيه ما كنسمعوش لا ما كنسمعوش التجارب الشخصيه هادو كتسمى هادي كتسمى تجربه شخصيه يا اديب يا اديب يا اديب هادي كتسمى راني سديت لك المايك ما كاينش شي حاجه سميتها معجزات هذيك تجارب شخصيه وكل واحد عنده الايمان انت اللي كتقول عندك الايمان هو ان تصدق بشيء بدون دليل وانت اللي كتقول هذاك البراق راه ما عندوش الجنحين سير شوف كتب التفاسير كيقولوا لك البراق هو حيوان بين الحمار والبغل شرح لي كيفاش البغل طلع للسماء وسيونتيفيكمون لوجيكمون كيفاش البغل انه غيطير للسماء وعلاش ما عندناش اليوم بغل كيطيروا الا نورمالمون في ذاك العاد ان البغل طار راه خصو يطير اليوم انه يتطور ويولي واماليا انا نخليك الزير غنسمط لك يلا سير ما شغي يا توت الوغ كاين معجزات نامنوا بهم ما تدخلش للعقل ما فهمتش ما بغيتش تحل لي هذا بلاتي عافاك واحد اللحظه محلينا مهم شوف لي غادي هذا غنطولو غنقصرو غادي دير ليا عمليه حسابيه كنت سيونتيفيك غادي تحسب ليا غادي دير ليا واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة زائد واحد على ستة لا زائد واحد على ستة على واحد على ثمانية شحال كم يساوي تفضل لا ماشي هكاك كنديرو هكاك نشدو التركه اللي هي كتمثل بورسونتاج 100% هي واحد كنقصوا منها الثومون ونقصوا منها السدوس عاد نقسموا على جوج ثلاثة هذه هي الكواسون كيفاش كتخرج واش انت بغيتي تحرف كلام الله يا عزيزي واش بغيتي تنقص من داكشي اللي تنقص
لا لا لا، احسب لي انت، يلا احسب لي هاد التركه، احسبها لي، دير لي 1 على 3 زائد 1 على 3 زائد واحد سؤال على ستة زائد واحد السؤال سؤال نعم هذا زائد واحد ستة سؤال زائد واحد ثمانية. واحد دابا انت الدينية دي ما كنتش دي من الرسول صلى الله عليه وسلم فين كيمشيو اما هضرتش الزوجات لك انا على الرسول، عائشة وانا انا دابا هضرت لك على يعني معادلة كنت هي تهضر على سيونتيفيك. لا غلطة غلطة انا حسابك خاطئ حسابك خاطئ انا قلت لك كيفاش تحسب الايكواسيون قلت لك كيفاش واحسب انا لي قلت انت هادي، احسبها ليا، احسب رانا نشوف الخي، رانا العول راه كارثه، راه هاد الايه اللي كنقول لك راه شرحت عليك، سير قلب على العول وما تقولش راسك قاسح شويه وما تبغيش. راه انتم شوفوا الاخوان، انتم 1000 واحد في اللايف، سيروا بحثوا على العول، سيروا شوفوا التفاسير ديال آية 11 و 12 وغادي تلقاو بأن الله غلط في الحساب، الله غلط في المعادلة، وهذه وقعت، وهذه وقعت حيت هذه الحالة بأن واحد يتوفى ويخلي عنده البنات ويخلي الأم والأب ويخلي الزوجة، وما وقعت حتى في عهد أبو بكر. وابو بكر الصديق فاش جاو عنده قالوا لي راه حنا في الحساب، فاش كان جو كنفرقوا كنلقاو بانه ما كاينش عندنا الحظ ديال الزوجه، هذاك واحد انا على قلت لك ثمانية انا الثمن. حبيت واحد وراه الحاله هذه علميه وقعات، هذه وقعات، هذه وقعات في ماشي عهد حاله علميه عمر، واش كتسمعني؟ هادشي راه وقع في عهد عمر، في علي، اسمح لي بديتي كتقاطعني تتلف، في لا عهد لا ابو بكر وقعات. واش دار؟ اش دار؟ قل ابو بكر رقعها ودار معادله تاع العدل ديال العول اللي ناض خدا شويه من عند هادو وشويه من عند هادو وشويه من عند هادو، خرج التمن للزوجه. يعني وقال ابو حليم بكر ابو وقال بكر حليم ورقع، رقع آية وقال تاع الله، حليم الله عباد الله اللي خلق الكون. واش دابا انت عباد الله لا كتشوف لا الكون لا ده من هنا وكيفاش الحساب ديالو؟ معادلة هذه حل معادلة والله الله اللي خلق الكون الدقة ديالو، يعني ايه بالدقة راه يعني الأرض غير تفوت المسار ديالها بكلك متر ولا بشي حاجة، راه سا بسم الله امباكت بوكو، سا امباكت لا تومبيراتور، سا امباكت بزاف الحوايج. يعني هذا اللي خالق هادشي كلشي بهاد الدقة يغلط في كاريدك بعد لا ماشي غلط انت اللي ما فهمتيش انا شرحت لك عمر، 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 لا ماشي لا عمر، لا لا شكرا للإخوان عمر، راه عمر. ودابا بغيت دابا غير جاوبني، المهم انا نقولها لكم الاخوان. مرارا وتكرارا ان المعادله لم ما فهمت ما استوعبتيش المعادله هذيك راه الله ما تيغلط ترى ما عزيزي مش انا ما كي بقول ماشي كاك اللي كيتحسب. دابا حنا عندنا تركه، عندنا واحد التركه، انا عندي 100 دولار، عندي 100 دولار، داكوغ، عندي 100 دولار. في القران كيقول يا دابا الاب ديالي خلينا 100 دولار، توفى وجا كاينه انا وخواتاتي ياك وخوتي وخويا ياك وبلاتي، هاد 100 دولار، هاد 100 دولار، هاد واسمعني اسمعني، وكاين عندي، وكاين عندي جده وجدي. اديب 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 باش نشرحها للناس، نديروها 100 دولار باش يفهموها مزيان. دابا هاد 100 دولار ربي واحد القرآن كيقول لي اديب اديب اديب، هاد مية هاد 100 دولار الله كيقول لينا انا وخوتي، انا وخوتي خاصنا ناخدو 60%، داكوغ، خاصنا ناخدو 60 دولار، حنا ناخدو 60 دولار. ما جدي وجدة خاصهم ياخدو شحال؟ غادي تبقى لينا 30 15 دولار و15 دولار. مي نورمالمون خاصها تاخد، ما خاصها تاخد تومون، يعني شحال بقى 8 دولار ولا شي حاجه بحال هكاك، ما لقاتهاش حيت اللي حسبنا 15 على 15 وزدنا ليها هذاك ما مخرجاش الحساب، ما مخرج، ما مخرج. لا خارج الحساب، راه قلت لك كيفاش كيخرج، خارج الحساب. يا ربي هذا حساب ماتيماتيك. دابا ندير سير سير عزيزي، عرفتي شحال تدير؟ قلت لك قلب على العول، رانا دابا خدامه معايا باش نطي لي شارجي هاد، نضل لي اسمعي الميساج ونخرج لكم العول وتشوفي. اسمعي هنا قلت لك بالنسبه لابو بكر الصديق عمر لهذا العول، هذا هي طريقه لحل هذه المعادله، طريقه لحل المعادله ماشي تصحيح، هذا اقول ماشي حل معادله الله اخ سبحانه وتعالى. عزيزي
سير ماشي بحث على التصحيح. العول، سير انصح بحث على بالحل العول، والتصحيح. سير بحث على العول. العول طريقة لحل واش عرفت لحل شنو هو العيب. العول؟ عرفتي شنو هو العول؟ قلتي ما عرفتيش، دونك ما تناقشنيش فيه الا ما عرفتيش. لا قلت لي اماليا ديك زعما كيحيد شويه من هنا وشويه من هنا وكيعطي الاخر لابار ديالهم. اذا هذا راه طريقه لحل المعادله، هذا راه حل المعادله. هذه ترقيه، ماشي ترقيه حل. هذا انسان قلب على الحل. الواحد الشريعه تاع الله، الله غلط غلط عباد الله في الحساب تاعو في الرياضيات، والله غلط في الحساب الرياضيات، الله غلط في الحساب تاع الرياضيات في سورة النساء آية 11. الله غلط. يعني عمر صحح الغلط تاع الله. عمر انا صحح. نقول لك واحد الايه، انا نقول لك واحد الايه وما تقدري زعما تامني من بعد، ولا ربما ربي يغير اوه دوك الايه ربما تاع الهدايه. واو يلا سير، احنا يلا دين توب انا ياسر. ان والله الله عزيز ذو انتقام، ان الله عزيز ذو انتقام، الله كاين تاقم، عنده انتقام. نعم مش الله كاين تاقم، شوف عنده الاحاسيس تاع الانسان. يمكن انا ما تنتقمش، انا ما كنتعقرش، انا اي ان واحد يدير لي الله شي عشيه تنخليه. ما لا فونجون سي واحد شوفي. واحد لينيرجي نيجاتيف فريمون، شوفي واحد ما كتزيدك بوالو. واحد تنكره نقتلو، ما كاينش الله، ما كاين لا جهنم لا جنه، نقتلو ما كاين اللي يحاسبني. الله كاين تاقم، الله عنده مشاعر بشريه. الله سمعها انا، الله كاين تاقم، سمعها انا، الله كاين تاقم. دار معايا واحد حاجه خايبه، واحد دار معايا واحد شتو قتلو. يا ربي نقول ما كاينش الله، ما كاينش جنة، ما كاينش الجنه، غتولي الجرائم كثيره. وبحال دابا انت تسحب لك الله اللي حبسهم باش يقتلوه. دابا مثلا واحد، مثلا انا ما عنديش، ما نشتو نقتلو، نقول ما كاينش اللي يحاسبني، ما كاينش اللي حبك، لا جنه لا جهنم، صافي. دابا يا عزيزي انت كتسحب لك واش دابا المسلمين الله اللي حبسهم، ولا المسلمين دايرين ما بغاو في الاغتصاب والقتل وزنا المحارم و و و و لا ما تقولش سي با استثناءات، كاين استثناءات، كاين تسمح لي، كاين ما كاينش، استثناءات، كاينين مسلمين، كاينين مسلمين، كاين اللي منافق كاع. شوف ما كنهضروش في المسلمين، حنا دابا حنا كنهضرو على الاسلام، ما كنهضروش على المسلمين. بغيتي اخي بلاتي من هاد الويل ما بغيت تشارج عندي، يلا توا بغا يدير الميزاجور. المهم انا قلت لك زعما اعتقي راسك، انا غادي نقول لك اعتقي ما راسك. عاوتاني سوف لا يا خي ما عندي ما نتعتق. شوف انا بيني نقول وبينك اديب اديب ماشي. بيني وبينك نافطاريد لي نافطاريد افطيرات، هذا افتراض، واخا الاحتمال ديالو كاين 0.00000000000 ما نعرفش شحال، ياك ان الله يكون تاع القران، انا كنفضل 1000 مره، كنفضل 1000 مره نمشي جهنم ما نمشيش الجنه تاع المسلمين، لان هذيك الجنه لا تثيرني، ما فيها حتى شي حاجه اللي انا دي نقول واه. انا شفت حوايج صافي، وشفت بلايص احسن 1000 مره، احسن 1000 مره من الجنه اللي في القران. بئس ما اختاريتي، بئس ما اختاريتي. لا وما بغيتش انا مشيت تما نشد النوبه ديالي مع نشوف انا يا راجلي خدام كاين 70 حور، وكل حوره عندها 70 وصيفه، وكل وحده دي بقين لك حاميه عام، وانا نبقى تعودو. ياك حسبتيها انت، ياك انت سيونتيفيك، دير 70 حوريه ضربها في 70 وصفه، ياك ضربها في 100 سنه، لان كل وحده غادي ينكحها 100 سنه، غادي تخرج ليا 49000 سنه. يعني انا خاصني نبقى نتسنى 49000 سنه تاع النكاح تاع الزوج ديالي باش يجي يوصلني للدور ينكحني في الجنه. واتفاك اش غادي ندير انا في 49؟ اش غادي ندير 49000 سنه وانا قاعده كنتسنى راجلي؟ وخصوصا قال لك في خيام مقصورات في الخيام، نبقى انا جالسه في الخيمه، قال لك لا ما كيشوفنا حتى شي حد، انا نبقى جالسه في الخيمه ياك، ويدوروا عليا دوك بالكيسان بالشراب لا يسكر، عباد الله كون غير كنسكروا الناس، ونبقى انايا جالسه في الخيمه كنتسنى انا راجلي كينكح. نقول لك 49000 سنه، 49، ودابا تصور انت غير كتجلس سيمانه كتسنى راجلك الا كان مسافر،
واديب اديب. انت شوف دابا انا كنشوف غير الراجل الا انا ما مشى. عرفتش نقول لك دابا انت ماشي في انا في التوجه ديالي ماشي يا عزيزي. دابا انا كنشوف انا كنشوف اش كيصافر راجلي غير هذيك المده انا كنتسنى فيها الشوق الشوق اللي كيكون واديب واديب. تقدري غدات تقلبي عمرني غنكون مسلمه. الاسلام بحال التقيه الاسلام بحال التقيه الاسلام بحال التقيه. لا لا تقدري اديب اديب صافي كتهضر بزاف كتهضر ما كتقاطعش. الاسلام بحال التقيه الا مشيتي تتقيتي عمر هذيك التقيه دي تهزها وتاكلها. الا شي واحد فيكم اللي كيتفرج فيا قادر انه الا تقيه يهز التقيه ديالو ويشربها كونوا متيقنين راه نرجعوا للاسلام. كونوا متيقنين الا نتوما اللي كتقولوا راه واحد النهار غادي ترجعي للاسلام الا انت قادر انك تقيه 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 ديك التقيه ديالك وتشربها. الا قدرتي تشربها تعرفنا باننا غادي نرجعوا للاسلام. مهم نرجع قلت لك سيدي انا مثلا الزوج ديالي غير الا كيمشي واحد المده كيسافر وداكشي الشوق شحال وانا كنتسنى ديك الشهر كتبان ليا بحال ما نعرف شحال. هو دابا انا تنتخايل راجلي جالس كينيك وانا المشكله كنشوف فيه بحداك حداك شي في الاسلام الجنه تاع الاسلام سي لي زورجي سي لي زورجي. انا جالسه وكنشوف فيه وخدام هو صداق 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 يا وحده خداها 100 عام. قال لك راه مشكله مش فاش كتسمعوا 100 سنه تاع النكاح راه ماشي 100 سنه هو كينعس معاها وهذا وياكلوا ويشربوا لا 100 سنه هو القضيب كيدخل وكيخرج كيدخل وكيخرج كيدخل وكيخرج كيدخل وكيخرج كيدخل وكيخرج 100 سنه. سالي من هادي كيمشي شوف شوف نتوما كيفاش طمع الرسول الصحابه بانهم يامنوا بالله. صور 100 سنه هو كيدخل القاضي بتاعه كيخرج ناري ومغير كترجعي عذراء كتسني 49 الف سنه وانت شاده النوبه نهار كترجعي جات نوبتك باش ينكحك كتلقاي راسك بنت تصيرتي ناري على داك الالم واتفاك غير يتقبك سيري تسني عاوتاني واحد 49000 سنة. اي بيغ حنا العيالات ما عندناش الحق في الرجالة اخرين نبقاو نتسناو هذاك شدو النوبة عباد الله تسني واحد 49000 سنة اخرى فاش يرج... فاش تجي توصل نوبتك لقاك عاوتاني بنت شمن قلت لك انا هذا كتخلينيش نحلم انا هاد الجنة كيبان لي فيها العذاب سي اون بريزون سجن مصورمي سجن هذا سجن عذاب المرأة واتفاك دوزتو علينا الويل في الدنيا وبغيتو تدوزو علينا في الجنة بقاو سادين علينا في خيام مقصورات ومبقاو تسناو 49 سنة بيغ انك جالسة كتشوفي فيه وانتي اللي كتقولي لا تسناي انتي نوبتك اختي مازال مازال اختي وباقي بلاتي راه بقات ليه واحد 25 سنة ويكمل معاها ودوز نوبتك اوكي انتي مازال اختي انتي يلا دزتي دابا هادشي في الجنة دي هادي الجنة تاع المسلمين في عين النكاح. ومشكلة كاينة في القرآن كواعب أطراب شنو كواعب أطراب مبوانتين. اللي كيقول لي أتحدك ما كان طلعش الناس اللي كيقول لي أتحدك هاديك سياسة تاع الضعفاء. اللي كيقول لي انت ما عارفه والو طلع يا اخي وقول لنا اش اللي عارف نتايا طلع يا اخي. نديرو شي جوله هذا كيما كاين حد لكن صفتو لينا هذا الله خدام الجنة رقع الطباب اكزاكت رقع الطباب يا ربي
علاش الإسلام قدر الذكور أكثر من النساء؟ لأنه دين ذكوري مصلحة. أنا كان كي بدا كان كيجيني الرسول ما كانش كيحمل النساء إطلاقا إطلاقا. كيخيط فيهم. ألوغ بغيناك تهضري على عيسى. شنو عيسى؟ مسكين عيسى الداوي. عيسى ان شاء الله عيسى عيسى اللي ما شوف نقول لكم كاتب القرآن ما نقلش داكشي مزيان. مريم كانت مخطوبة لجوزيف اوكي، ومشات نكحت مع شي حد اخر، نعست مع شي راجل اخر وخافات ومع داكشي عندهم عيب وداكشي، وحملت حملت وقالت بلاتيش ما بين دير، اش بين ديرك بحال البوذيين اللي